نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، نرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منورنا. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم. كابتن مبروك كابتن شريف، مبروك مبروك يا كابتن. كابتن علاء ميهوب، وكابتن وسام عرابي، وكابتن علي عبد الرحمن. كابتن ناصر، كابتن ايمن، عشان الوقت بس يعني ضيق، انا بس هتكلم كلمتين في البدايه. هي رساله للحكام المساعدين النهارده وللفار. هذه المباراه اللي احنا اتكلمنا فيها كابتن علاء هنقعد فيها مثلا ساعه نحلل فيها. صح. قرارات تحكيميه مثيره للجدل من الحكام المساعدين والفار ومن حكم الفار. انا بسرعه بس يا كابتن، بس الفار جاب الحكم ليه في ضربه الجزاء او ركله الجزاء؟ كابتن ايمن هقول لك على مفاجاه جميله جدا. الدقيقه 60 الحكم احتسب ركله جزاء صحيحه. خلي بالك هذه الحاله فيها ثلاث مخالفات. مظبوط، ثلاثه في لعبه واحده، مش واحده بس، يعني ثلاث مخالفات في لعبه واحده. هو انا بسال بس محمد عادل، انت اتاخرت ليه يا محمد؟ يعني استنيت لايه؟ هل انت مستني بتدي تحت فرصه؟ مفيش تحت فرصه يا كابتن علاء في ركله جزاء. نمره واحد، في مخالفه ضد اكرم توفيق واللعبه عدت، وهنجيب الكلام ده كابتن عادل، والثانيه ضد اكرم توفيق واللعبه عدت، والثالثه ضد برونو سافيو حارس المرمى، واتاخرت سن عادل ورحت حاسب. الغريب هنا بقى كابتن، انا بسال كابتن وائل فرحان، انت بتجيب الحكم ليه؟ مش فاهم. ركله جزاء واضحه وضوح الشمس، مش في اختلاف. يعني انا قلت يمكن في حاجه غير ركله جزاء قبل ركله جزاء، ولكن طبعا يعني استدعاء الفار في غير مبرر في هذه الحاله. ركله جزاء صحيحه، مش هول مره واحده، ده في ثلاث مخالفات يا كابتن شريف، ثلاثه في لعبه. طب والنبي الجول اللي دخل فينا عشان يطمئن قلبي. تعالى بقى الدقيقه 88، هو هنا خلي بالك الحكم استدعى كابتن الشناوي وكابتن الطلائع. مزبوط. عشان تقريبا يقول ان الفار في عطل في الفار. تمام، تقريبا انا بقول كده يعني. طيب ماذا لو الفار متعطل يا كابتن علاء؟ هدف بالايد واضح جدا جدا جدا. طبعا لو انا لعيب كوره النهارده ومساعد بالحس، يعني كلاعب لابد ان انا حكم النهارده مساعد اشير في مخالفه على المهاجم. محمد عادل النهارده حسب الهدف، والمساعد الاول حسب الهدف، ولو الفار مش موجود هدف بالايد واضح جدا جدا يغير نتيجه المباراه. فكويس ان الفار النهارده كان موجود، استدعى الحكم، وابتدى الحكم لما راح ما اخدش ثانيه يا كابتن شريف. نفس الكوره بتاعت تونس لو تفتكر بالظبط كده، دي طلعه واضحه جدا جدا يا كابتن بساطي، دي لعبتك انت. استحاله اللاعب بالشكل دوت يجيب هدف براسه. طب الهدف اللي دخل فينا، الهدف اللي الحالات اللي جايه يا كابتن هنشوف سريعا عشان الوقت. نروح لطاقم التحكيم، كان محمد عادل الحكم الدولي، اعتقد النهارده قدم مباراه كويسه، وكانت قراراته دايما هي متفوقه على الحكام المساعدين وعلى حكم الفار. البساطي كان مساعد اول، عندنا نور سعيد مساعد ثاني، اسامه اسماعيل الرابع، على الفار كان وائل فرحان وكان اسامه عبد اللطيف. خلينا نروح للحاله الاولى بسرعه عشان الوقت. هنا حاله تستوجب بطاقه صفراء ما فيش فيها كلام، دي في اول مباراه يا كابتن. هنشوف الدخول هنا بتهور واضح جدا يا عادل. هنا نشوف الدخول، يعني هل هذا معقول؟ شكل الدخول دوت، وانا ما اديش انذار واحسب مخالفه، دي نمره واحد مخالفه كان يجب عليك يا محمد. دي في بدايه المباراه كانت في الدقيقه 5 كابتن عادل، وكان ممكن اللاعب ده ارتكب مخالفه ثاني. خلي بالك يعني هنا الانذار موجود، شوف الرجل رايحه فين، ومخالفه لابد اشهار البطاقه الصفراء، وهنا ما اشهرش البطاقه الصفراء لنتيجه التعاون. دي واحد. اثنين، شوف نفس اللاعب يا كابتن هنا ماشي، ماذا لو الرجل ديت راحت هنا في لاعب نادي الاهلي؟ شوف هنا الرجل هنا، لو راحت هنا في الفخذ يبقى انا عندي انذار مفقود في البدايه، ونفس اللاعب يرتكب مخالفه ثانيه، والحكم هنا مفيش اي قرار بياخده ضد اللاعب الطلائع. الثانيه، الحاله اللي جايه حاله من الحالات المهمه جدا جدا جدا، كان المساعد نور سعيد، ونشوف هل هناك مخالفه تسلل ولا لا. لحظه اللمس من فضلك لو سمحت. طبعا هنا يعني اعتقد اللعبه واضحه جدا جدا كابتن علاء، ان اللاعب نادي الاهلي مغطي في البعيد ياسر ابراهيم. ياسر يعني لعبه واضحه، وانا بقول يا نور انت حكم جامد جدا وحكم مساعد جامد جدا. شوف هنا المسافه قد ايه يا كابتن اسامه، لاعب نادي الاهلي هنا مغطي، وهدف طبعا سليم، هو اشار على التسلل، وهنا الفار هنا لما شيك لان الهدف هدف صحيح، وهدف صحيح لطلائع الجيش. الحاله بعد كده هنا صراع ما بين المهاجم والمدافع، والبعض يرى ان هنا في فرصه محققه. لا،
ليه؟ لان انا قلت فرصه محققه لابد ان تتوفر فيها اربع معايير. المسافه ما بين المخالفه والمرمى واحد. هرجع بس لللايف عشان بس نحكي للناس. انا عارف ان الوقت قليل، ولكن هنا خلي بالك اللي لغى الفرصه المحققه هو لاعب النادي الاهلي اللي هو كان جاي من الناحيه الثانيه جنب قريب، وبالتالي هنا تمركز المدافعين ما كانش موجود يا كابتن ايمن، كان موجود، وبالتالي هنا كان قرار محمد عادل باشهار البطاقه الصفراء فقط بس مش حمراء عشان الفرصه المحققه. هنا هنشوف هنا الايد هنا واضحه جدا والشد موجود للاعب الطلائع، وهنا القرار قرار صحيح باحتساب المخالفه. تعالى بقى الدقيقه 60 وانا همشي واحده واحده للفار، يعني همشي واحده واحده خالص. خلينا نروح للعبه. هنا اكرم توفيق دخل وعمل دريبل وعدى ومفيش مشكله لحد هنا. هنا يا كابتن ادي اول واحد، مين اللي لعب الكوره يا كابتن علاء؟ اكرم. انا النهارده دخلت عشان العب، عملت ريسك على نفسي، وبالتالي التاكلينج ما راحش على الكوره، راح على قدم. هنا نرجع بس على القدم اكرم توفيق، نشوف هنا بس هنا القدم في القدم، وبالتالي ادي اول ركله جزاء الحكم مشى. طيب نشوف اللعبه الثانيه، شوف هنا اللي جاي، خدت كورتك ولكن وانت نازل تمام اصطدام. هقول دي نمشي فيها مفيش مشكله يا كابتن عادل. اللي جايه بقى، اللي جايه مهمه جدا جدا جدا. انت رحت عشان تاخد الكوره، هي الكوره فين يا كابتن؟ ستوب. رجل اللعيب تحت. الكوره تحت. مظبوط. انت كحارس راح بايدك من فوق. خدت اللاعب باهمال. واضحه جدا يا كابتن عادل، الف بتحكيم ركله جزاء صحيحه. تاني الدهاني، تاني. ما فيهاش تحت فرصه. هنا 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 بص يا كابتن. هنا ايه ورجليه؟ الايد والرجل. صحيح. انت اللي جاي عليا، يعني الحارس رايح للاعب. انت في تنافس؟ مفيش تنافس، مفيش كوره، الكوره كانت تحت، وبالتالي هنا كانت ركله جزاء صحيحه. اتاخر سنه يا محمد، وتعالى خد اللي جايه ديت وبعدين حسب ركله جزاء. دي ثلاث مخالفات في لعبه واحده. حكم بيحتسب والفار بيجيبه. الفار قرار غريب، استفهام كبيره جدا، مش ممكن. قرار غريب ومبرر غير مبرر من الفار في ركله جزاء صحيحه لصالح برونو سافيو. وهنا بنقول هنا بقى المهم، هنا الشناوي جه كابتن النادي الاهلي وكابتن النادي الطلائع جيش، هو بيقول لهم تقريبا ان الفار اتعطل. انا جايب اللعبه دي يا كابتن لان جايه ديت فيها مشكله كبيره جدا جدا. كابتن علاء، كابتن شريف، كابتن اسامه، الفار اتعطل، انا بجيب الفريقتين عشان خاطر لو اي حدث يبقى انا طاقم التحكيم الفار ملوش علاقه بيه. شوف اللي جاي، اللعبه اللي بعد كده، والحاله الاهم في المباراه اللي النهارده، يعني انا بحمل المساعد الاول هذه اللعبه اللي انا بقول يعني لعبه كارثه. صحيح، كارثه. واعتقد ما كانش في حد حاجه بالرؤيه عنه يا كابتن. كابتن دي لعبه المساعد، مفيش فيها هزار. وزي ما قلت لك، لو انا النهارده كمساعد يبقى عندي حس، هل اللاعب النهارده عنده برضه بتاعهم ازاي يا كابتن؟ ازاي؟ تعال شوف بقى هنا القوه دي وبالسرعه دي، الايد هنا باللاعب الارتفاع ده استحاله. الايد هنا طالعه وباينه جدا جدا، نشوف. صحيح، الايد طالعه واضحه، هو احتسب الهدف المساعد والحكم احتسب. طب ماذا لو الفار مش موجود؟ هتحس كابتن عادل، خلي ده ماتش بطوله، هتحسب كبيره. وهنا لابد النهارده بقول لا. صحيح. يعني يا جماعه نركز، لان النهارده التركيز كان مفقود في بعض الحالات التحكيميه. الفار النهارده انقذ وتدخل تدخل خاطئ في بعض الحالات، ولكن بشكل عام النهارده محمد عادل يعني قدر ان هو يتفوق شويه على المساعدين والفار. دي اخر حاجه يا كابتن ايمن. مباراه مليئه بالاحداث. صحيح. رسالتي للحكام يا جماعه، احنا لسه في بدايه الدوري، من فضلكم نركز شويه عشان الاخطاء دي هتؤثر فيما بعد في النقاط. توفيق للتحكيم المصري ومبروك للنادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، امتعتنا. خليك. وانتهى الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي وطلائع الجيش في الاسبوع الخامس للدوري المصري العام الممتاز لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-1 وتصدره الجدول المسابقه عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي والجماهير العظيمه، وبالتوفيق المباريات القادمه ان شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، الف مبروك والف شكر يا كابتن. بشكرك كابتن ايمن، مبروك وعقبال اللي جاي باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن اسامه عرابي، الف مبروك والف شكر يا كابتن. شكرا شرفتك. ايمن ومبروك، ومبروك لجماهيرنا تصدر الدوري، وان شاء الله يستمر النهائي باذن الله رب العالمين. كابتن علاء ميهوب، شكرا يا كابتن، شرفتنا. شكرا ايمن، مبروك، وثلاث نقاط مهمين جدا. الحمد لله. الحمد لله. كابتن عادل، شرفتنا يا كابتن، الف شكر والف مبروك. مبروك يا كابتن. وانا اتكلمنا قبل كده في موضوع الفار ده،
وان شاء الله ما يخطئوش في حقنا تاني. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه حياتي.